السؤال اللي جاي لمحسن ومحمد. هندسة. أيوة هندسة، برافو عليك. علوم والسؤال هو، في أي مجال علمي ابتكر العالم الألماني برنارد ريمان فرضية ريمان؟ نشر الفرضية دي عام 1859. إجابتك فيزياء. هقول لحضرتك ليه برضه المنطقة بتاعتك. لا 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 ما تقولش حاجة خالص، خلي الإجابة دي معاك محسن. إجابة مضحكة وهتعرف ليه يا مضحكة، بس استنى في إجابة يا دكتور. قول لهم الإجابة إيه. في الرياضيات. عمري ما سمعت عنه. ده انا بقول لكم في ملعبكم، ده انا اديت لكم الاجابه قبل ما اسال السؤال. ما حضرتك ممكن تكون بتوقعنا، الله اعلم. دكتور مصطفى قول له شكرا. شكرا يا محسن. شكرا يا محسن. اجابه صحيحه. النتيجه تعادل 40-40.